اشکرا کرن پشکا بستو ایکی پشتی هنگی من عرده کینی و عصمان کینی دیتن چونکو عصمان ایکی و عرده ایکی در باز بونو ایدی دریاجی نما من دید با جر پیروز اورشلیمانی یا آماده بوی وکو بیک که خملان دی بزاوی خو جا عصمانی شنک خودیت ها تخاره من جا تختی دنگی که بلند بهیز دگوت ها اویا خیوتا خودیت نف مرووانده و او ده بنا گلوی و خوده بخو دیل گلوان بی تو بی تا خدای وان. او ده همی روندکانش جاویلوان پاقش کرد و ایدی مرن نابید. نشینی و نگیری و نعیشانجی چونکو تشتیم بره درباز بوند. پاشی رنشتیل سرتختی گود ها او از هر تشتکی نید کم. پشتی هنگه گود بنویسه چونکو اف پیوه جه باوری نو تراستن. هر وسا گوت من ابجهات از الفا و اومیگا ما دست پیک و دماهی. از ده بی بران برشکان یا آواجیان دمه تهنی. هر ایکی سرکفتن بینید، ده بی تمیرادگیر وانتشتان و از ده بما خدایی و او ده بی تا کرمن. لین ترسنوک و ین بیبخت و ین جهه دلرشیه و ین مرکج و ین دهمن پیس و ین جادوگر و ین پتپرس و همین دروین ده بهروان در یک حلب آگیر و کپریت بید. او مرنادویه یه. پشتی هنگی ایک جوان حف فریشته این حف ترار انتجیج حف دربین دو ماهیه ببون هات اولگل من آخفتو گوت ورا از دی بی که آنکو جنا برخی نشاتدم. اینا پرکاگیان پیروز از بر مسرچیای که مزنو بلند وی اورشلیم باجیر پیروز نشامنده جعسمانیش نک خودیت ها تخاره. مزنهای خودیت نافیدا بو و شوقاوی وکو بها گرانترین بر وکو بریش زلال وکو کریستالی بو. شیر هکا مزن و بلند هبون، دازده درگه هبون و البروان درگه هان دازده فریشته هبون. ناوه هر دازده هوزن کرن اسرائیلی سروان درگه هانی نویسای بون. الروجهلاتی سه درگه، الباکوری سه درگه، الباشوری سه درگه، الروش آوایی سه درگه هبون. شیر ها باجیری دازده بنیاد هبون و دازده ناوین دازده نارتین برخیل سر بون. اول گلمت آخفت لونک پیوان زیرین وی بون. دا باجر و درگه هنوی و شیرهاوی پیوید. باجر بچار گوشهی هاد بودانان. درجه هیاوی هندی فرهیه بون. اینا باجر پلوانی پیوا 12,000 ستادی بون. درجه و فرهیه و بلندی تمت ایگ بون. شیرهاوی جی پیوا 144 نیفگز بون لدیف پیوانا مرووان که فریشته جیب کارت اینا. شیرها جبریش بهاد بو آوا کرن و باجر زیر پاقش بون وکو شیشه پاقش. بنیات شیرها با جیری پهمی برین بها گیراند قملان دی بون. بنیات ایکه بره یش بون. یه دویه یا قوتشین بون. یه سه بره آشق بند یسپی بون. یه چاره زمرود بون. یه پنجه بره آشق بند سور طاری بون. یه ششه بره آشق بند سور بون. یه هفته یا قوت زیتونی بون. یه هشته زمرود کزگ بون. یه نهه یا قوت زر بون. یه دهه بره آشق بند کزگ بون. یه یازده یا قوت مور بون. و یه دازده یا قطه بنفشی بون. هر دازده درگه دازده مراری بون. هر درگه هکش مرار یکی بون. جاده یا باجری زیر پاقش بون و کوشیشه یا زلال. من چه پرزگهت باجری دا ندیتن؟ چونکو خدان خوده هزدار هر تشتی او و برخ پرزگه هاوی نه. باجر نه پیدوی روژه و حیوه بو کروناهی بدنه. چونکو مزناهی خوده روناهی دا بویه و چرایوی برخ بون. ملت ده پروناهی باجری پریوچن و پاشاین عردی ده مزناهی خو این نافی باجری. درگه هنوی چی جاران ناه نگرتن چون کلویره همی دمان ده روش بید شفنینه. ده مزناهی و ریز ملتان این نافوی. قد تشتکی هرمی نا چی تنافوی. نجی کسکش اوین تشتین جه در رشیو درویت کن. لبتن او ده چن یه ناوین واند پرتوکا جیانه یا برخیدا هاتین نویسین. الاصحاح الحادی عشر. وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به،
لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. ويتقوى ملك الجنوب، ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط. تسلط عظيم تسلطه. وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه. ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال. فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه، وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه. ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه، أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول. ويأتي بعد حين، بعد سنين، بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاة من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة. والآتي عليه يفعل كإرادته، وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. فيقوم مكانه من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. فيقوم مكانه محتقر لم يجعل عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأذرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد، ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل. يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنا، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم. وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت، لأنهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطيبه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتلى. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة، ولا ينجح، لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد. فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة،
وتجعل الرجس المخرب، والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات. أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد، ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب، لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده آدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له.